السلام عليكم. من أجل أكثر عدالة في توزيع المياه بين ولايات الوطن، فيه قناة تحويل المياه من سد بني هارون في ولاية جيجل إلى ولاية باتنة اللي تعتمد كثير عليه في توفير مياه الشرب للساكنة، وكذلك في تطوير المساحات الزراعية في ميدان الفلاحة. إذا في هذا الإطار يتم حاليا إعادة تصليح أجزاء من هذا الخط أو الأنبوب تاع التمويل الضخم جدا، وفي هذه العملية الصعبة اللي تتطلب تكنولوجيا متطورة في يعني وضع هذه القنوات التحويلات، ما يسمى بالتحويلات الكبرى للمياه بين السدود لأكثر عدالة في استعمال المياه بين الولايات الوطن. لأن في هذا الإطار يتم حاليا إعادة جزء هام من كان يؤرق كثير سكان تاع ولاية باتنة، والآن راه في طريقه للحل بفضل هذه الإصلاحات التي يتم في الأنبوب ما بين ولاية ميلا وولاية باتنا مرورا بولاية خنشلة. إذا هذا العمل الكبير الذي تقوم به شركة كوسيدا اليوم، نرى أن والي ولاية باتنا جد راضي بالأشغال، يعني وتيرة الأشغال أولا، ثم الحرفية الكبيرة التي ظهرتها شركة كوسيدار في وضع هذه القنوات في ولاية باتنا. أترككم تتابعون، السلام عليكم. كانت فيه يعني كان هناك يعني كانت مكسرة هذه القنوات، وكانت هناك تسربات كبيرة أدت إلى زعزعة في النظام العام، سببت أيضا إلى عدة حوادث مرور في هذا المكان بالذات. اليوم الحمد لله راهي قاعدة تنجز المعايير التقنية المعمودة عنه، ومدة إنجاز هي 5 أشهر يعني قليلة جدا، وراهم يقدموا بالتوابل. بعد كي جينا لهنا في المنطقة هذه جاو المواطنين وجاو الآخر، وين قال لك باللي يدي مستحيل تعاودوها جديدة، قال لك غاديين غير ديروا كونفورتمون، ديروا ريباراسيون، ديروا الاخر. وحنا تعهدنا قدامهم وقلنا لهم باش ان شاء الله نعاودوا نديروا انجاز بالمواصفات التقنيه المعمول بها عالميا، واحده. اثنين، تنجزها مؤسسه يعني ذات كفاءه، ذات كفاءه عاليه وتجربه عالميه. وش اللي انا فيه اليوم؟ الحمد لله، شكر جزيل الشكر للسلطات العموميه المركزيه اللي عاونونا في المشروع هذا، واللي اليوم الحمد لله رانا نشوفوا فيه بعيننا، باش هكذا كم هنا معنا زملاء الصحافه والاعلاميين وكذاش، باش ينقلوا الانشغال للمواطنين، باش نطمنوهم باللي احنا كنا ضمننا لهم وقلنا لهم باش نطمنوكم ونتعاهدوا معاكم باش يعاود لها الانجاز. وكانت فيه اقتطاع مالي يعني سبيسيال بور هاد لوبيراسيون، وكان فيه غري ثاني مع المؤسسه نتاعنا الاخرى من طرف وكالة وطنية اللي مشكورة. هذه الخدمة هنا اللي نفرحوا بها. عهدنا ووفينا الحمد لله، والمؤسسة تاعنا تاع الدولة قائمة. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. السويد وراهم قاعدين يطبخوا في التعليمات تاع السيد وزير أول طروا فواويت، راكم شفتوا تاني كاع العتاد مسخر موجود، راهم يخدموا في الليل وراهم بيان افونسي، وديري دو رياليزاسيون 5 موا يا خويا. يعطيكم الصحة. جينا من اجل معاينة ومتابعة وتفتيش خاصة بقنوات جر المياه من سد بني هارون إلى سد كبدية المطور، اللي كنا في السابق كنا تعهدنا مع مواطني ولاية باتنا من اجل انجاز هذه القنوات بالمعايير التقنيه المعموله عالميا. اليوم الحمد لله اسندت هذه، اليوم اننا مطمنين واننا مرتاحين، اسندت هذه الاشغال الى مؤسسه اوسيدير وقاعده تخدم وراهي في الميدان تخدم طروافواوي، طبق تعليمات توسيد وزير الاول، كل العتاد مسخر موجود، الدوله سخرت مبالغ ماليه ضخمه من اجل التكفل بهذا الجزء اللي كان يعني